العالم الى الان ما في ايكون في اللعبه هذه، ما في احد هيرو، ما في يعني شخص وصل اشياء مره كبير، فكان التحدي لي اني احط لنفسي بصمه كبيره في اللعبه في بداياتها. فرانكي لاعب فالورانت، لاعب محترف لعبه فالورانت. طبعا انا طالب اداره اعمال وبنفس الوقت لاعب محترف. ايام الاولى في لعبه فالورانت كانت من ايام البيتا تقريبا سنه 2020. في وقتها جانا الحجر والنكبه اللي صارت، يعني مع الحجر تعمقت في اللعبه بحكم ان الكل جالس في البيت. اول اسبوع دخلت فيه فالورانت شاركت في بطوله فزت فيها، بعدين حسيت قلت اوكي هذه اللعبه اللي انا بحترفها وكملت فيها يلا لك الحمد الى الان. صراحه شغفي بالالعاب وقطاع الرياضات الالكترونيه بدا من 2017 تقريبا. قاعد اتابع، كنت العب وقتها سي اس جو. انا كان حلمي بس اني اطلع على الستيج والعب قدام جمهور. من ناحيه المكاسب يعني يلا لك الحمد فيها، يعني تاخذ منظور انها وظيفه يعني مع الوقت. انا صراحه لما حولت اللعبه كان توجهي كامل اللعبة احتراف، يعني انا كنت داخل اللعبة بنية انا بصير لاعب محترف وهذا الشيء بصير وظيفتي يعني، فما اتوقع اني واجهت صعوبة بحكم اني انا كنت حاط الهدف هذا وما في غيره. حار دخولك انداسك تعادل المعلومة بالتريبوان فرانكي. تم اكتشافي من فرق الاي سبورت عندنا عن طريق شاركنا في بطولة انا والشباب، فزنا في البطولة. كان وقتها فريقنا اسمه واتش اب، كانت ذكريات جدا جدا جميله. فاتوقع الاكتشاف جاء بعد ما فزنا البطوله اللي كان اسمها زنتريكس اتوقع او شيء زي كذا، فما انساها يعني. فانا دائما احط قدوه اللي هو طموحي انا واهدافي اللي ابغى اوصل لها، الشخص هذاك هو قدوتي في الفتره هذيك. الفرق طبعا شاركت فيها، انا جدا محظوظ اني مثلت في البدايه من فيرست سترايك اول سنه في فالورانت، شاركت مع فريق ذا التيميت سيو، بعدها من سيو الى فريق بيرسر، من بيرسر رحت الى فالكونز، مع فالكونز مشينا مشوار، لما رحت لتويستد مره انبسطت مع اللعيبه اللي لعبت معاهم، كانت تجربه بالنسبه لي مع الافريقي هذه جدا جدا رهيبه. موازنه الاحتراف ما بين الحياه الاحترافيه والحياه الشخصيه صراحه في البدايه على اي شخص راح تكون جدا صعبه بحكم انه يبغى لها تنظيم وقت. يعني في ناس يكونون طلاب مدارس، طلاب جامعات، يكونون موظفين، غالبا الشغل يكون على الصبح. اول ما طلعت لعبه فالورانت 2020 اذكر كان حتى البيتا كان عباره عن تتابع الستريم وتجيك اللعبه، ما تجيك كذا، ما كانت اوبن بيتا يعني، كانت كيز يوزعونها. فانا كنت جلست يمكن اسبوع في بث احد الستريمرز عشان اخذ اللعبه بس، فكنت انام واصحى اشوف جتني اللعبه، وانا كان كل الشباب اللي حولي جتهم اللعبه. اول خريطه لعبت فيها واول شخصيه لعبت فيها كانت بايند، خريطة بايند، وكانت شخصية سوفا اللي أنا الحمد لله يعني صرت الأفضل فيها. لا عمل تانك بيبي كل فرانكي بكل ممتاز ثلاثة كلة تصالح ومه، هذا أحسن سوفا للتحدي الحالية تكسيده. سوفا صراحة ما أدري، لكن في شيء جذبني يعني. أنا لما شفت الشخصيات الباقية كانت في شخصية كنت أناظر كل ستريمرز يلعبونها لما كنت أتابع. جت كان الكل يلعب جت، الكل كان يلعب الدولست، فلما شفت الانشيتر اللي هو سوفا، ورولي تقريبا كان في سي اس جو كان سبورت، فانا لما بحثت عن اللعبه قلت ابي شخصيه تكون مناسبه لرولي اللي كنت العب فيه ايام سي اس، فشفت ان هذا اوكي هذا سبورت يساعد الفريق، فرحت مع سوفا او الانشيتر بشكل عام. الصراحه كوميونتي السعودي الفالورانت يعني شهادتي فيه مجروحه، يعجبني فيهم انهم كلهم اخوان مهما كانت المنافسه موجوده. بدايه بحب اشكر مدينه الرياض على حبها واستضافتها لنا ولبطوله فالورنت تشالنجرز ليج للوطن العربي. الجوانب المفضله بالنسبه لي في حكم اني موجود في السعوديه بالذات في الرياض ان البطولات مره كثير في الرياض. ريجن جيستي في عدد بطولات مره كبير، فهذا اتوقع يعطيني فرص اكثر وهذا شيء جدا جدا جميل بالنسبه لي. طبعا تاثير الاي سبورت معروف، قطاع الاي سبورت من اكثر القطاعات النمو في العالم يعني، فاذا شفنا هذا الشيء موجود على مجتمعنا سواء في السعوديه سواء في الخليج سواء في الوطن العربي، اذا شفنا التطور هذا موجود فانت قاعد تطور اهم قطاع صاعد في الفتره الجايه. فجدا محظوظين الصراحه في دعم قيادتنا الموجوده للرياضات الالكترونيه. الرجل العربي تقريبا في فتره من الفترات كان فاقد
للبطولات، فاقد للاهتمام والاحتضان من شركات الألعاب، لكن رايوت لما جت كان عندهم رؤية، الرؤية وضحوها لكل الريجنز ومن ضمنهم الريجن العربي، فوضحهم النقطة أن الريجن الثاني عنده بطولة ويقدر يوصل للبطولات الكبيرة، برضو أنتم يا الريجن مينا تقدرون توصلون معهم بالسواسية يعني. فهذا الشيء حمسني جدا، دائما ينظرون للعيبة كشيء أول وأساسي وتركيزهم دائما عليه، وهذا تقريبا الشيء اللي حببني في اللعبة. اللي أشوفه أنا من ناحيتي أن ريوت ودي أنهم يجمعون الريجن في ريجن واحد، ودي أن كلنا كل العرب كلهم موجودين في ليج واحد يلعبون ضد بعض، فهذا أمنيتي يعني. لو سووها ريوت فحققوا لي أمنية الصراحة. طبعا المبادرة اللي سووها ريوت للكوميونيتي أنهم سووا حساب فالورانت كي اس اي، فالحساب هذا جدا جدا رهيب، تقريبا يسلط الضوء على الكوميونيتي السعودي. اذني من فرانكي اللي بيحاول انه يلعب على المدخل بتاع هذا السايد. نصيحتي الصراحه لاي لاعب صاعد او اي شخص عنده طموح، اذا حطيت هدف، اذا نظمت وقتك، اذا عرفت تعالج اخطائك، صدقني راح توصل لاي هدف حاطه في بالك. الصراحه دعم اهلي جدا جدا جميل، وقفوا معي من بدايه مسيرتي الى مكاني هذا اللي انا جالس فيه. طبعا الكوميونتي السعودي لعبه فالورانت لهم فضل جدا كبير علي، دعموني في بداياتي الى الوقت هذا يعني، كل ما توفيهم الصراحه كانوا حولي دائما.